إن يبدو أن الأسمراني إيميرسون موجود الآن مع باسل طبال. باسل تفضل. إذا الأخضر ينضم إلينا إيميرسون بطل الليغا. إيميرسون أنا أورا بوينا mucho sufrimiento un partido muy difícil y al final remontada histórica campeones número 30 ¿no? Es verdad, nosotros sabíamos que sería un partido muy difícil pero creo que una vez más مباراة صعبة ولكن الفريق أثبت في كل لحظة بأننا فريق قوي متماسك. Un espíritu que no creo. عندنا روح قتالية. Están ahora equipos que tienen, ¿no? Este espíritu que tenemos nosotros. Era muy difícil, pero لقد كان صعبا جدا ولكننا تمكنا منه. Los últimos 10 semanas. لقد تمكنتم superando al Barça. من تجاوز البارسا في الأسابيع الأخيرة. نعم لقد كان إنجازا كبيرا قويا. Creo que ganar بأن الفوز بهذه الطريقة. Es muy orgulloso por todos que hemos sufrido. كان صعبا وكلفنا جهودا مضنية. والآن علينا أن نحتفل بهذا النصر. ¿Cómo se va a celebrar hoy? ¿Cómo se va a celebrar una vez al día? Celebrar. سنحتفل ونحتفل. Mucho porque hemos sufrido mucho. لقد عانينا جدا. وجاء الفوز وجاءت الفرحة. خليه يرقص يا بازل. ستذهبون إلى سيبيليس؟ بالفعل نعم. الأخضر. شكرا بازل. إيميرسون أعود إليك الأخضر. شكرا بازل شكرا جزيلا. كابتن طارق هل بازل حسب ما سمعنا الآن أو حسن معك الخط؟ الأخضر معي ريس بطل هذه المباراة كامبيون دي إستي بارتيدو. فايا بارتيدو فايا ريمونتادا. Tu entrada por Banistro ya ha cambiado todo. Cuéntanos cómo ha sido este partido. Bueno, yo creo que es un partido para vivirlo, para jugarlo sobre todo. Yo creo que cuando juegas estos partidos, encima ha sido dos goles, ya te cambió a tu equipo, yo creo que no tiene palabra para explicarlo. Que me voy con la sonrisa más feliz de mi vida, por supuesto. Vaya remontada, una remontada histórica. كيف تمكنتم من تجاوز البارسا العظيم في الأسابيع الأخيرة؟ لا, la verdad que no ha sido nada fácil, pero bueno. لا, لم يكن سهلا. El equipo tenía ولكن الفريق campeón y bueno. كان مؤمن بالنصر وبالثقة الكبرى في النفس وعلينا الآن أن نحتفل. مباراة اليوم لماذا هذه المعاناة الكبيرة في الشوط الأول؟ Pues no sé qué ha pasado. لا لا أعرف لماذا. Bueno, yo creo que lo malo hay que olvidarlo. ولكن علينا أن ننسى كل الأشياء السيئة ونتذكر النتيجة والفرحة. Después de todo el año que hemos pasado. وبعد هذا العام الرهيب الذي أمضيناه. علينا أن نحتفل الآن. يا ميرسي كان تهانينا لكم. شكرا لكم. إذا الأخضر هذا كان رئيس بطل هذه المباراة ينضم إلينا. Torres, el mudafa al Aysar, tafadhal. Enhorabuena. Naam. Vaya remontada, vaya temporada que has hecho tú al Atlanta. هذا عام هام جدا بالنسبة للمدريد وبالنسبة إليك شخصيا. El segundo equipo hasta el primero ha sido impresionante. لقد جئت من الدرجة الثانية. نعم هذا العام بالنسبة لي كان عاما حاسما وجيدا وإيجابيا. وبالنسبة للمدريد الجماهير كانت تقف ووقفت إلى جانب هذا الفريق في كل لحظة. Mucho sufrimiento, muchas críticas. لقد عانيتم كثيرا وكنتم عرضة للنقد. Capello ha hecho lo que quería hacer. ولكن كابيلو صمد. Es que no se le puede poner ninguna pega a nadie. نعم. Sino todo el mundo. لا يمكننا. Yo creo que esto es. أن نعاتب أحدا الآن. Y como te digo. لقد قام بجهد كبير كابيلو وحققنا الفوز. ¿Cómo se va a celebrar todo hoy? كيف ستحتفلون؟ هذه أول مرة أحتفل فيها مع المدريد. Cuerpo lo que me apetezca y bueno. وسنحتفل بكل ما نستطيع وبكل ما يعطينا من قوة وبكل ما نتحمل هذه الليلة. انا اورا بوينا شكرا لك. اذا هذا كان ميغيل توريس الاخضر اعود اليك. شكرا. عندهم امكانيات عندهم امكانيات نعم. كبيره. نعم كابتن. نعم شكرا. عفوا معنا روبينيو كابتن. اذا باسل معنا مباشره. روبينيو كابتن لماذا لم يطر الى البرازيل؟ لماذا لم يشارك؟ يبدو انه يريد ان يحتفل اكثر. لم يكن باسل إذن قل لنا ماذا قال لك روبينيو؟ ماذا كنت تتحدث معه قبل؟ طبعا سعادة روبينيو كانت كبيرة الأخضر بهذا الفوز وطبعا نعم. عدم الذهاب إلى المنتخب البرازيلي كان نعم. سبب له بعض المتاعب مع المدرب دونغا ولكن في الأخير تمكن من الفوز مع ريال مدريد وهذا كان الأهم بالنسبة لروبينيو.
شكرا باسل. إقامة معنا نشيط جدا أنت اليوم، ننتظر لاعبين آخرين. كابتن طارق، إذن أنا هنا في تحديدا عند زاوية الركنية من ملعب سانتياغو برنابيو، العديد من جماهير العرب جاءوا من أماكن عديدة إلى ريال مدريد. احنا نجوم المغرب نتكلم معكم من ربيونس من ريال مدريد غانو، مرحبا بكم. اذا الاخضر العديد من العرب جاءوا من كل الاماكن، من اليمن ومن المغرب من الجزائر من كل البلاد لمشاهده ريال مدريد يفوز بهذا اللقب مباشره في الملعب. اعود اليك الاخضر، انصار ريال مدريد في